هنا عندنا 3 خلايا تميز، النسيج الرابط المتخصص اللي هو العظام، اللي هي الأوستيوسايست الأوستيوبلاست والأوستيوكلاست. كل العظام بتراكيبها المختلفة بالجسم عندها سطح داخلي وخارجي، فموجودة هاي الخلايا الثلاث، يطلق عليها الأوستيوجينيكسيال من الجهة الداخلية الإندوستيوم، وعلى السطح بروستيريوم. يعني هاي الخلايا موجودة بتراكيب العظام، من الجهة الداخلية الإندوستيوم تدعى عليها، يعني خلايا المكونة لهاي الأشياء الثلاثة اللي اتفقنا عليها. بعد ماكو ماست سير والإبيثيليال سير والمايكروفاج، بالعظام لا يختلف الوضع. هنا عنده الأوستيوجينيك، يعني الخلايا المتولدة من العظام. هذا تركيبه بصورة عامة يحتوي على 3 خلايا، والنسيج ماله كونكتيف تيشو سبيشالايز، يعني متخصص، وداخلية وخارجية. بما يخص البون ماتريكس، متكونة بالصورة وبالدرجة الأساس من مواد سكري وبروتينات ومعادن أخرى مثل السلفيت وبعض بروتيو جلايكان، يعني بصورة عامة بروتينات إلى سكريات. مع وجود كالسيوم هيدرو كسي أباتايت كريستال، هي هاي المادة اللي تعطي الصلابة للعظام. إذا سألك من المادة المسؤولة عن إعطاء الصلابة للعظام، راح تكون الجواب الكالسيوم هيدروكسيباتايت كريستال، هي هاي المادة. راح شوية أظللها لكم حتى تكونون على بينة من أمركم. make كبون one harder substance in body، يعني راح يكون الجسم او العظام مالته صلابة، واللي يكون عنده هشاشة راح يكون هاي المادة عنده بيها نقص، حتى تكون على بينة انت. the presence of this crystal make bone body storehouse of calcium، وظيفتها ايضا مو بس اعطاء الصلابة للجسم، لكن ايضا تعتبر مخازن إلى الكالسيوم والفوسفات والمعادن الغير عضوية الأخرى والأيانات الغير عضوية الأخرى. يعني وظيفتها توفير الصلابة للجسم ومخزن لهذه العناصر اللي هي الكالسيوم والفوسفات والأورجانيك أيون. هاي بما يخص المادة اللي هي موجودة ضمن العظام. زين، الخلايا اللي اتفقنا عليها الثلاثة اللي هن الأوستيوسايت والأوستيوبلاست والأوستيوكلاست، شنو تفاصيلهن وظائفهن شنو؟ الأوستيوبلاست أنا أسميها الأم الكبيرة، عمودية بالشكل، مسؤولة عن بناء المكونات العضوية للماتريكس مع العظم، يعني المادة البينية بالعظم، موجودة على سطح النسيج العظمي، موقعها على سطح النسيج العظمي، ومسؤولة عن بناء الماتريكس. نجي على الأخت الصغيرة الأوستيوسايتس، هاي شتكون غير ملفوفة مسطحة، موجودة بالثغرات بالذات، مسؤولة عن حفظ المادة البينية الماتريكس، وهي ناشئة من الأوستيوبلاست من قبلها. يعني هاي الأم والأوستيوسايت اللي هي ناشئة من عندها. هسه واضح طلاب، ده شيء متسلسل ومرتبط بشيء آخر. نجي للأوستيوكلاست، يعني مجرد طلاب تنتبهون، مجرد انت تغيرها بس اول مصطلح اول احرف تثبتها، البلاست الكبيره والسايز هي من اسمها خليه صغيره ناشئه من البلاست الام الكبيره. واضح طلاب؟ هاي ستسهيلا وتوضيحا للامور. الاوستيوكلاست لا، هاي فير لارج برانشد مالتي كليتد موتايل سير، يعني خليه متحركه كبيره ومتفرعه، هاي مسؤولة عن إعادة الامتصاص، وهي مشتقة من المونوسايت الخلايا الأحادية النووية.
واضح؟ يعني شيء يوفر دعم وإسناد، شيء يخلق هاي المادة، شيء يكون خلية أخرى، وعلى هذه الشاكلة كل واحدة من هاي الخلايا أنت مطالب تعرف وظيفتها ومكان تواجدها. ماشي طلاب؟ وبنهاية المحاضرة نعطي وقت للطالب يسأل أشياء ما واضحة مبهمة إلى، حتى تكون المحاضرة إن شاء الله تمام واضحة. أنواع العظام، مثل ما أخذنا أنواع الأنسجة مثل الإبيثيليال والكونكتيف، راح نأخذ هنا نوع البونز العظام. أكو الكومباكت بونز وأكو السبونجي بونز الإسفنجي يعني، وكل ما يعني المصمت يعني يكون مو إسفنجي ما عبي فراغات كثيرة. الكومباكت بون المصمت أو الصلد هذا placed out with consists of cell classified intracellular material and dense with Hervisian canal system. هذا من طبيعة هذا العظام انه الخلايا مالته تحتوي على مواد بينية ويكون كثيف ويحتوي على قنوات دموية واعصاب، وبالذات يكون به الكونكتيف تشو نوع اللوز المفكك اللي شرحنا لكم عليه. هذا صفات الكومباكت بون او بون. سبونجي بون هذا النوع يكون على شكل قنوات تيوبريكوليت، يعني بفراغات اكثر من القبل داخل رأس العظم. الابيفيسيس هذا مصطلح لرأس العظم، اذا انتم لاحظين العظم يتكون من شكل مستطيل او مستطيل، وبنهاية الاثنين اكو مثل الرأس، فهنا موجود هذا سبونجي بون يكون مستطيل وموجود دائما يحيط بالكومباكت بون. يعني مثلا تخيل عظم الفخذ النهايات مالته الرأس مال العظم هي العظم الاسفنجي، لكن الوسط ما بين هذين الرأسين مال العظم هذا يسموه الكومباكت بون. تصور هسه واضح. الكارتريج هنا يجي الغضروف اسمه، هذا متخصص من الاكتيف تيشو، هو برمته العملية. البون والكارتريج هن امتداد الكونكتيف تيشو، يتكون من خلايا تدعى الكوندريوسايتس. يجيك تعريف، يجيك فراغات، يجيك صح وخطأ. هذا المصطلح شنو معناه؟ معناه الخلايا المتكون منها الغضروف، وموجودة أيضا منها عندك الإكسترا سيلولار ماتريكس، يعني مادة بينية خارجية متكونة من ألياف ومادة أساس ground substance. يعني كل نسيج اللي تلاحظون أنتو كل ما نأخذ نسيج جديد لازم المكونات الثلاثة الأساسية اللي اتفقنا عليها هي نفسها، اللي هي الخلايا النسيج والمادة البينية والمادة الأساسية. الكوندريوسايس يصنع ويفرز مادة خارج خلوية. هاي الخلايا تقع في تجاويف الماتريكس، شنو اسمها؟ اللاكونة، التجاويف الموجودة في الماتريكس. الكارتريج من طبيعته هو غضروف ما يحتوي على أعصاب وصلات لمفاوية، يعني ما تحس بهذا المكان، يعني مثل الطرف الأذن الأنف البلعوم هذين مخاليات من الأعصاب، وإن وجدت توجد بكمية جدا قليلة وما بها الأنف. وأعطيك دليل آخر على أن الغضروف العضو الموجود به ما يكبر، لأن يعني ما عنده أوردة أو أوعية تغذي، يبقى ثابت الحجم مثل الأنف الأذن. تركيبهن العام ينمو لكن هن بطبيعة يثبت الحجم ما يتغير. وإن حدثت التغذية للغضروف بواسطة الفيسكولار is nourished by diffusion، يعني تغذية مالته
تكون بواسطة انتشار المغذيات من الأوعية من النسيج المجاور إلى البريكوندريوم. في الحالة يدعى بريكوندريوم اللي هو نفس الكارترج، يعني يحصل على التغذية من النسيج الرابط المجاور إلى، يعني ماكو قنوات أو حويصلات مغذية إلى خاصة به، ماكو. أنواع الغضاريف مثل ما أخذنا أنواع العظام الكومباكت والسبونجي، هنا راح ناخذ بالكارتليج عندنا أربعة أنواع حتى أوريكم إياهن ونجي نشرحهن ونعطي مجال بنهاية المحاضرة للطلاب أنه يطرحون الأسئلة اللي ما فاهمها. بصورة عامة الـ Type of Cartilage عندنا الـ Hyaline Cartilage اللي هو هذا احنا نسميه الشفاف الهيلايني، يعني الإلاستيك اللي هو المطاطي اللي موجود بالغضاريف والمفاصل، الفايبرينو كارتليج هذا موجود بين فقرات، هنا عندكم رقم 3 مو 4 تكون واضح. عندنا 3 أنواع من الغضاريف، نجي نشوف تفاصيل الغضروف الشفاف. هذا أكثر شيء يعني شكو عندك مفصل بالجسم تلقاه موجود لونه أبيض إلى شفاف white to translucent، يحتوي على كولاجين فايبر. أريدكم تميزون بين كل ما ناخذ احنا هنا نوع تميز مكان تواجده شنو لونه، راح تفرقون بين هذا والبعده الهايلاين كارتج والبعده شنو من حيث اللون من حيث الوظيفه ومكان التواجد. اهم 3 نقاط ان ذني تركزون عليه. اول شيء اللون قلنا هنا ابيض الى شفاف، خلينا نشوف الالاستيك نفس الحاله هنا يلوش يعني لون مالته يكون اصفر مو ابيض. ان اثنين الغضاريف لكن شنو هنا اختلاف عندنا باللون نتيجه المكونات اللي بيه اللي راح تحدد هذا يلو تو ترانسلت يعني شفاف. هذا يحتوي كولاجين فايبر يعني ما دام هو نسيج لازم اكو اليض. يكون في البالغين في اللبان الهايلان كارتلج is located in articular surface movable joint. شوف هذا مكانه يعني بالمفاصل المتحركة مو المفاصل الثابتة، يعني جسم الإنسان يحتوي على نوعين من المفاصل، اكو مفاصل ثابتة ومفاصل متحركة. المفاصل الثابتة وين مكانها؟ يكون مكانها بالجمجمة. المفاصل المتحركة تعرفوها انتو بالأقدام بالأذرع يعني بالسطح مكان السطح للجسم وأيضا مكانها في جدران القنوات التنفسية مثل النوز الأنف البلعوم القصيبة والقصيبات الهوائية، هاي أماكن تواجدها. واضح طلاب هذا؟ أماكن تواجد الغضروف الشفاف. وعنده البريكوندريوم يغطي كل الغضروف الشفاف. شنو البريكوندريوم قلنا عليه؟ هو النسيج اللي يحصل على المواد الغذائية مالته بطريقة الانتشار من النسيج المجاور إله، هذا مصطلح البريكوندريوم انتبهوا عليه. زين الالاستيك، الالاستيك هو يحتوي على الفاين الالاستيك يعني الفايبر مالت الكولاجين والالاستيك اكثر من الهيالين، راح يكون شبكة نتيجة للتراكم هاي النوعين من الكولاجين الالاستيك والكولاجين، راح يتحول اللون من
نعطي اكثر عتمة ويتحول الى اللون الاصفر، راح يصير لونه يلوش. الالاستيك كارتج فاوند ان اريوكلر اوف اري، يعني حافة الاذن، الاطار مال الاذن، هذا مكانه الالاستيك. لذلك تلاحظ انت من تمسك المنطقة تحسها انه شنو مثل اللاستيك بها مرونة. وايضا بالاكسترنال كانال، يعني القنوات الخارجية لقنوات الاذن، ايضا هي كلها بتركيبها برمتها الاذن تتغذى او يكون تغذيتها عن طريق مصطلح نفس الشيء اللي هو قلنا عليه واتفقنا عليه البريكوندريوم، اللي هو قلنا تغذية من النسيج الرابط المجاور لهذا المكان بواسطة الانتشار نيوتريشن او ديفيوشن، انتشار المواد الغذائية إلى الكوندريال. لا، هي الخلايا اللي عبارة عن جزء من النسيج الرابط اللي هي تكون متخصصة في الغضروف، الكوندريوم كوندريوسايتس تختلف هنا. عندنا الكوندريوسايتس الخلية الموجودة بهذا النسيج، والبري كوندريوم هذا عبارة عن النسيج اللي يغذي العضو، وهذا الكارتريج من النسيج المجاور. يعني صار عندك خلية وصار عندك نسيج، يعني كوندريوسايتس هو جزء من البروكوندريوم، حتى يكون عندكم هذا الشيء واضح جدا. زين الفايبرو كارتلج شنو هذا تركيب؟ هذا التشيو يتركب او يكون متواجد بين الكونكتيف تشيو والهايلين كارتلج، يعني راح يكون بين نوعين وبالنوع الكثيف من الكونكتيف تشيو وبين الهايلين. وين موجود؟ موجود بين الفقرات مع العمود الفقري، بين فقرة وفقرة. انت ديسك كل فقرتين من العمود الفقري، بين كل فقرتين موجود فايبرو كارتلج. وظيفته شنو هذا؟ يجمعهن مع held to them by mean ligament، يعني يربطهن. فايبرو كارتلج has no prechondria، يعني ما عنده قنوات تغذية من نسيج المبطل، لأن هو موجود بين كل فقرة وفقرة، فبالتالي ما راح يكون من النوع البريكوندريوم. اللي هنا أنا حسب الوقت يعني انتهت المحاضرة، إن شاء الله ناخذ المحاضرة القادمة البلود. هسه راح نعطيكم رابط الحضور على الكلاس، واذا اكو سؤال كتبوا لي هنا على البرنامج. هذا رابط الحضور، هنشر على الكلاس حتى تسجلون حضوركم طلاب. نشوف طلاب الاسئله مالتهم. Muted. The recording has started.